الناس يتخلعوا من سمية الرجال، مصطفى، محمد، كدا، علال علال، واش وليد يتخلع من أمل؟ ولا 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 زاد شاف هذا البيب، هادي ما كاينه لا سطا ستيت ولا ما، هادي كاينه غير بالحطب، اش من العطب هذيك راه هادي فيها غير جايبه ديال الماء ديال الكار، هادي شو غادا وكتغلاط هادي ديال غادا الكار، هادي ماشي ديال الطونوبيلات، هادي راه ما كايناش الطونوبيلات، هادي شتيها هيا انا مشيت لافيرا يقول لهم وجه بهاد الماء ديال الكار. لالا يا امل لا يا امل ستارتر بعدها ديال بحال سير وليدي سير كتزيرو بانت ماشي بالطاقة ديال هادشي هذا. انا دايرين غير ضحك، هادشي راه كامل شو تنضحك شو 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 ديوامي التيوات كتقول لك غير عطيني انا بوجينا لهادشي هاي باش ما تاكل الناس بزاف، انا خدمنا لها هي جهه واحده. اما وعدك البواسو شي قداش الشيخ وترونسميسيون قلت الخلا هلا اجي لهنا صاحبي صار واش هاد العشرين كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم ما فيديو جديد وحلقة جديدة، وعارف راني طولت هاد الماكينة هادي ما رجعنا لهاش، وكل شي كان كيتسناها وكل شي هو كيقول لك فينا هي الماكينة اللعيبات، كنقرا لي كومونتير ديالكم. المهم الماكينة هي الخوت، ولان كنا خدام علاش حنا تعطلنا فيها، علاش عاد توصلنا بالساقمة ديال مارك فاش ركبناه جديد فاش شريناه ما كانت فيه، كان في راك عارف بيستون قديم خاصو ساقمه جديده فهمتي باش يعطينا 100%. عاد كوموندينا السيلندر، عاد الساقمه كما كتشوفوها انتم قراو معايا، ها هي الار تي 70 الام كا 2 راسينغ ديال 70 سيسي. هادي عاد جاتنا الخوت، شينا من ستيد الماكسي سكوت، هي اللي كانت موقفة لنا العجلة، وكانوا شي بياسات اخرين كانوا تا هما مبرزطيني. حنا تنوجدو ماكينة خاص الماكينة تكون كاملة مكمولة، يعني ماشي لومبرياجات وفي البروكان وطابلو، يعني فهمتي خصنا شاكمة، خصني شاكمة مليحة، وكان خاصني هاد البياسة هادي وترونسميسيو هاد البياسة. علاش جبناها هاد البياسة هاد الكاش ديال الترونسميسيو، غنوريكم علاش الخوت، حيت هاد الكاش فيه اللورمات. فاش كنركبو كاش عادي ومع الجهد ديال السيلندر وداك الشيء وهادشي اللي وصلنا له مع هاد لومبرياجات وهادشي، تيولي الترونسميسيو بحال اللي باغا تفركع. فاش كسرينا عليها راه ديجا جربناها كتحس بيها باغا تفركع فهمتي، حتى البالونات كيبغيو يترخاو ديال الترونسميسيون. هادي لا هادي ما غاديرناش داك الزنزين وداك الغوات بزاف، حيت هنا اللورما نديرو زويته ديالنا خلاص. دبرنا على ترونسميسيون تاع هي بوليني، ترونسميسيون بوليني خلاص. لومبرياجات ديالنا راكم شفتوهم من قبل، دابا غادي نركبو ساقمه جديده وغادي نبداو ان شاء الله. عاد نبداو في التيست وداكشي ديالنا وكذا. الشاكمه خلاص كنت دبرت على جوج شواكم، ولان هادي جات تعبت، هادي دبرت على مالوسي كود ليبر، ولاني الكود ليبر ما عجبنيش. علاش؟ حيت هاد هنايا غير صغير، هادي فيها كود غلايط ديال بصح هاد الكانيل هادي باش تعرفوا شنو كاين. انا لكم الفرق زعما بين البيستونات باش حتى واحد ما يدوخ، هذا بيستون ديال سيلندر بوليني الايفو 2 ولا الايفو 3، السقمه ديالو ديال 1 مليمتر، هادي لا السقمه رقيقه على هذاك 0.8، وهادي ما لقيناهاش في السوق كاع، ما تلقاهاش في المغرب والله لا لقيتيها، من غير الا غادي تشريها من برا. هادي الخوت راه مشريه البيستون ديالو 16 سيسا هو، غنزوم عليه، ها هي 16 سيسا الخوت. حنا دابا عاد غنركبوه، وهذا ساقمه رقيقه، ساقمه زي زوار ساقمه غليظه، وديما البيستو اللي تيكون ساقمه رقيقه بزاف تيكون مجهد، حتى
حتى الفرق كاين حتى هنايا، هذا الساق هاد الحفره الساق ما جايه في الراس، هذا جايه بعيده، هذا ما يعطيناش. ها شوف هاد الفرق، سير على الله. 8 ميلي 8 ميلي. المهم الخوت كما قلت لكم الشاكمه هي غادي تلعب دور، حنا خاصنا هاد السيلندر نجبدو منه داك الخيول اللي فيه كاملين كاملين، فهمتي؟ خصنا يعطينا الجهد ديالو بصح. غنركبو دابا التواشي ديالنا وعاد وخلاص الكربيلاتور ضر 40 باش هي اللي غادي تخلع بنادم ما عليناش. المهم الخوت حنا الحقيقه ديالنا غادي تبان في فيديو، فهمتي؟ يعني حنا ما نتسابقوا مع حتى شي واحد. علاش تسابق معنا هو يدير لنا فيديو ورينا شنو عنده؟ الحقيقه غتبان في الفيديوهات. خويا عندك ماكينه مطنطنا، ورينا الطوب سبيد ديالها، هذاك الشيء اللي بغينا. اما دوك التصاور المحروقه ما عندنا ما نديرو بها. المهم الخوت حيت راه شحال من واحد الجروب نات زقا في واحد الجروب. المهم انا قلت لكم انا بقاو كيطاقيوني بزاف وفين هادشي ديال كذا طنطن. انا الماكينه هي كنبريباري، انا وجدت وريت كلشي اللي فيها، داكشي كامل اللي فيها، راه كنخدم غير بمون غير في البروكان كورس دوريجين، ماشي كورس طويل، فهمتي؟ خدم معايا بكورس دوريجين، يعني بياله قصيره ماشي بياله طويله، بلا علايه بلا والو، وريني الحقيقه ديالها. وتالي عندك العلايه وريني الحقيقه ديالها شحال غادي توصل لك. عطيني الطوب سبيد، اما التقزقيز عاد 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 في الارض كاملين كنعرفوا له، كاملين تنديروه، فهمتي؟ حنا دابا انا كاع الاسرار ديال هاد الماكينه حطيته لكم مباشره معاكم، فهمتي؟ اما وحدين اخرين باغيين يتسابقوا معايا وكيقول لك ماشي سوق كان ندير السيلندر اللي بغيت ولا ندير ما كايناش هادي كاع الخوت. ندير السيلندر اللي بغا 70 ولا ني ماشي انت ماشي كورس طويل وقول لي راه 70 سيلندر بحال هذا بيستون 47 باش تركب عليه كورس 48 راه تيولي لك اولدي 80. اييه فاش كدير بها لا طويله راه ديجا حضرنا درس على كيفاش تحسب كيفاش كتحسب لا سيلندري ديال اي موتور، راه حتى الكورس كيلعب دور. رجع وما ما ما تمشيوش حتى 2000، شوف غير الماطر الشينوا كتلقى يتركب في البروكان بيالا طويله، واخا يخليه نفس السيلندر تتولي هضره اخرى. المهم هادشي خاصنا ناخذوه بعين الاعتبار. بغيتي تسابق ولا بغيتي دير شي حاجه في اي دراغ ريس كيديروا نفس الكاتيجوري، من غير هادوك اللي كيدخلوا غير باش يقصروا بيناتهم، ماشي سوقنا حنايا فيهم. حنا تنهضروا على نفس الكاتيجوري. عطيني 70 سي سي نخدم معاك بال 70 سي سي حتى الموت. جبد داكشي اللي عندك فيها في 70 سي سي، ماشي تقول لي انا نركب 80 ولا 94 واجي نتسابق انا وياك، راه امبوسيبل هادي كاع. راه يسمعوك الكوري يبداو غير يضحكوا عليك، فهمتي؟ هادي ديرها في بالك. دابا كتلقى البياس مسخسخ. المهم ما عليناش، حنا دابا ماشي سوقنا، عنده يكون عنده المليح ولا المسخسخ يورينا الحقيقه ديالو في فيديو. حنا غادي نديرو الفيديو، هذا الفيديو هذا غادي نوريكم فيه التوب سبيد ديال هذا الموتور، هذه الماكينه هذه غادي نديرو لها التوب سبيد. وما غاديش ندير التوب سبيد بكونتور ديال ديجيتال ديال النيترو، حيت كونتور ديجيتال ديال النيترو نقدروا نلعبوا فيه ويعطينا الزايد. غنديرو كونتور ديال الموتور كبير، يا اما السبع ار يا اما البيركمان هي اللي غادي تحكم، ولا الجي بي اس. نحيدو كاع العيا الجي بي اس كما درت ديك الناس الطوب سبيد ب سميتها بالاس اش، واخا كيجيب الناقص ديال 10 نزيدو 10 سالينا، فهمتي؟ يعني الا عطاتنا 130 راه هي 140، عطاتنا 120 راه هي 130 وهي غادا، فهمتي؟ هادشي اللي كاين الخوت. خليكم معنا كملوا المونتاج ديالنا ونديروها مارس، سير على الله. قوينا الهضره ولاني حنا تنبغيو نبينوا لبنادم الحقيقه باش حتى واحد ما يحمق. بالنسبه للدراري اللي غيتسالوا علاش ما نركبش الشاكمه مالوسي، معناتها كامله مالوسي واخا كود ليبر، مقارنه مع الكانيلي شو غيبان لكم الفرق بزاف. شو هاد الكود هذا اللي هنا معاك؟ شو هاد؟ شو التقبه اللي خارجه من هنا مع هادي؟ شو البو قداش؟ وشو الجعبه اللي هنا كبر من هادي؟ دونك هاد الشاكمه هادي زايده هربانه بزاف على المالوسي، فهمتي؟
حتى هي مزيانه مالوسي، حتى هي مزيانه، ولكن هذه غادي تنفس لنا الموتور كما يجب، هادشي اللي بغينا حنايا. خليكم معنا الخوت سير الله. دابا خوات بينا الحقيقه الساقمه الجديده ياك. عينش اخويا زومي شو الساقمه كي مسدوده سير الله. دابا هادي هي اللي كتخلع ياك. كتخلع هو عادي كتخلع. سلام كتخلع عليا بها. اسمع امال تيهرب الناس يتخلعوا من سميه الرجال مصطفى محمد دا علال علال ولي تخلع من امال. زاد شاف هذا البيبل هادي ما كاينه لا سباستيت ولا ما هادي كاينه غير الحطب. اش من الحطب هذيك راه غير ديال الماء ديال الكار هادي شو غاده وكتغلاط غاده ديال الكار هادي ماشي ديال الطونوبيلات هادي هادي راه ما كايناش الطونوبيلات هادي شتي ها هي مشيتي لافيرا يقول لهم وجه بهاد الماء ديال الكار لا لا يا امال لا يا امال طير بعدها ديال بحال سير وليدي سير كتصير بعد ماشي بالطاقه ديال هادشي هذا انا داير هنا ضحك هادشي راه كامل شتيوات كتقول لك غير عطيني انا بوجينا لهادشي هي باش ما تاكل ما تزعل انا جي اخرى اما وعدك البواسو شتي قداش شتي كاستون 47 6 كي قرقر تما سير وليدي عندك تخلع ما تخلع ما والو ها ما تخلع ما والو ما داش الاخوان لونتيجين فاليو باش داكشي كيبقى يدور مزيت عيش لي الحياه سيرك اخويا انا اخويا موي طيره دابا عاد نضربها ها هي راه ناضيه ما بقى خاصها والو شويك ما اللهم بارك دوبل في كل شيء هنا دوبل في خليني من الحطب انا تلويين تيبان ستار 6 كاريناج عندنا الموطور عندنا الكفيل عندنا الكاريناج ديالو غادي نركبوه عاد غنديرو الحقيقة موطور زن تكرم هي قيس المانيفيل تيديرها مارش نتوما دابا غتشاهدو معنا هاد العمل هذا سد داكشي عطيهم اخويا الحقيقة شاكمة قليلة بزاف كاين من شي وحدين اللي تيقول كتقاني لي ما ماشي شي لعبه ولا اني غادي تخلع بنادم حتى انا عارفها جبد اخويا ستارتر عطيها اخويا شد من لها اخويا امال تخلع عليا البشر اللهم بارك اللهم بارك خليها تطول شويه صافي جا جا يا خويا لا حدث لي راه دابا الساقمة جديدة خاصها تروضة خاصني نروضي الساقمة هنايا جبد ستارتر صافي خليها هكا دابا كلشي جديد الضربات جديد راه ديال كوبريت شويك ما عطيها السويس ديال الجديد ترانسميسيون قلت الخلا هلا اجي لهنا صاحب صافي المهم الخوت هذا الفيديو هذا غادي نساليو هنايا تنكبو الكاريناج ديالنا ونعطيو واحد 3 ايام من الروداج موعدنا لنا من دابا واحد يومين ولا 3 ايام وعاد نحطو هاد الشنطة
ما كاينش شانطي وانطي، خليكم معنا.